مشاهدينا الكرام أهلا بكم. خروقات بالجملة، ضرب تحت الحزام، ومخالفات في منطقة الجزاء، هذه ليست أجواء مباراة في كرة القدم، إنها الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل، الحملة الانتخابية في مواجهة غضب الشارع وغضب المشرع. هذا هو عنوان حلقة اليوم من برنامجكم بولي ويك، وفيه التقرير وإضاءة عن عنوان الجدل. الخطاب السياسي الذي لم يتطور في هذه الحملة بقدر ما تطورت أنواع التجاوزات فيه، وللمواطن رأيه في قضية الجدل. ما يخدمش هذه الخدمة، هذه نتاع العنف، هذا نتاع التجمعات. جو بونس كو الشعب خلاص ينمر من هذه السيتياسيون تاعو، سي بو سا. المقال وأهم ما جاء في الصحافة الوطنية حول القضية. العد التنازلي للحملة الانتخابية أشعل فتيل التصريحات النارية بين المترشحين. ورسومات باقي بوخالفة الساخرة حاضرة أيضا في بوليويك. كما يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل مع البرنامج عبر روابط التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. هذه أجندة بوليويك لنهار اليوم، وهؤلاء ضيوفي. أرحب بالسيد فاتح بوطبيق رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مرحبا بك. أرحب أيضا بالسيد جمال معافى القيادي في الحركة الشعبية الجزائرية وممثل المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، مرحبا بك. مرحبا. ومعي أيضا السيد مصطفى حمودة ممثل المترشح الحر علي بن فليس. هؤلاء ضيوفي مشاهدينا الكرام، وقبل أن نسترسل في النقاش دعونا نقف عند التقرير وأهم أسئلة الجدل. حملة 17 أفريل تكاد تنهي عدها التنازلي، وعلى غير العادة طبعها هذه المرة العنف ومنع المترشحين من إتمام بعض تجمعاتهم في عديد الولايات. ملامح رفض الاستماع إلى خطابات المرشحين أو حتى حضور لقاءاتهم من قبل المواطنين دفعت الكثير من فرسان المرادية إلى إلغاء تجمعاتهم، وتجلت صورها بوضوح في أحداث بيجايا، أين ألغى عبد المالك سلال مدير حملة الرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة عقد تجمعه الانتخابي بالولاية بسبب مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن. سلال وأرمادة شخصيات الرئيس بوتفليقة التي جابت ولا تزال ولاية الوطن لم يسلم فيها لا أحمد يحيى ولا عبد العزيز بالخادم من تجمهر مناوئي العهدة الرابعة، وكادت تلغى تجمعاتهما بكل من بشار وأم البواقي. المرشح الحر بوتفليقة ليس الوحيد المعني بالمضايقات ضد ممثليه، بل طالت المضايقات أيضا مقر المداومة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بالعيد بولاية الجلفة، وقاموا بتخريبه ليتهم من جانبه المرشح علي بن فليس أطرافا بالتشويش على التجمع الذي نظمه بولاية تيبازا. ولم تختلف الصورة كثيرا خارج الوطن ليشهد تجمع موفدي الرئيس عمار غول وعمار بن يونس إلى مارسيليا الفرنسية احتجاجات واسعة نجا من زحمتها الممثلان بأعجوبة. فوضى طغت على مجريات الحملة الانتخابية، كل طرف فيها من المترشحين الستة يكيل التهم للآخرين بالتشويش عليه، حيث انتقل السجال الرئاسي بين أنصار الرابعة وأنصار بن فليس إلى إصدار البيانات التي تتهم فيها الطرف الآخر في الضلوع وراء الاعتداءات على تجمعاتها. الخطاب السياسي الذي لم يتطور في هذه الحملة بقدر ما تطورت أنواع التجاوزات فيه والتعديات على القانون التي وصلت إلى 123 إخطارا إلى حد الآن. وقفت عندها لجنة مراقبة الانتخابات عاجزة بسبب افتقادها للصلاحية المطلوبة، وتحولت الحملة من شرح للبرامج إلى تبادل للاتهامات بين المرشحين، وإلى جر أنصار إلى المحاكم وحرب بيانات بين المديرية. أسبوع واحد فقط ويفتح الصندوق على أصوات الناخبين، وينفض الجمع إلى ما ستؤول إليه البلاد بعد الجمعة القادمة. طيب، التقرير للزميل عبد الغفور سلمان حاول من خلاله الإضاءة على أهم ما حدث في الحملة الانتخابية في أسابيعها الثلاث، أيام قليلة تفصلنا عن موعد الصندوق. فاتح بوطبيق رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أسابيع ثقيلة على عاتقكم واحترازات كثيرة سجلت عندكم، يعني كيف تلخص لنا ثلاث أسابيع من الحملة الانتخابية بتجاوزاتها وبالانتقادات التي وجهت للفاعلين فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم.
الحقيقة احنا كلجنة وطنية لمراقبة الانتخابات انطلاقا من المكان التي نحتلها داخل الانتخابات، ألا وهي أننا نسهر على مبدأ شفافية الانتخابات أولا، وأننا نسهر أن يكون هناك يعني حياد لأعمال الإدارة، وأن تتم العملية تبقى للشروط والتعطيرات القانونية التي أعدت لها. سيرنا الحملة الانتخابية منذ بدايتها يعني انطلاقا من يوم 23، نحن الآن على مقربة من نهايتها يعني يوم الأحد، وبالتالي الحملة الانتخابية انطلقت بصورة محتشمة كما تلاحظوها في البداية. ثم يعني كلجنة وطنية مراقبة الانتخابات من خلال الهيكل الذي نشرف عليه لا سيما لجان ولائية ولجان بلدية، يعني سيرنا الحملة الانتخابية ابتداء من إعداد عملية القرعة للفضاءات وأماكن تتم فيها التجمعات طبقا للمبدأ العادل وهو الإنصاف بين المترشحين، ثم إقرار القرعة فيما يتعلق بوسائل الإعلام العمومية ووسائل الاتصال، ثم مباشرة دخلنا في الحملة الانتخابية وتلقينا يعني طعون، تلقينا استفسارات، وتلقينا يعني انشغالات تاع مترشحين او ممثلين تاعهم، احيانا كذلك من المواطنين، واحيانا كذلك حتى من الاداره، كلها في مجملها تتعلق بظروف يعني الحمله الانتخابيه، منها ما يتعلق بقضيه تاع تجاوز يعني متعلق في تغطيه وسائل الاعلام، وفيها ما يتجاوز كذلك يتعلق بتجاوز يتعلق بالملصقات العشوائيه، ومنها ما يتعلق كذلك باستعمال املاك الدوله واستعمال المناصب السياسيه والاطارات يعني داخل الدوله واستغلالها. هل سجلتم تجاوزات خطيره في بعض الولايات على غرار ولايه بجايه مثلا؟ هي يعني في الحقيقه يعني من بين خطوره يعني بالنسبه للتجاوزات تكلم عليها، منها ما التجاوزات اللي يتعلق بمساس بالامن ومساس بكرامه المواطنين او مساس باملاك الخاصه او العموميه للمواطنين او للمترشحين او لمساندهم، وبالتالي يعني لما يلحق الظرف لهذا المستوى احنا كلجنه وطنيه يظهر لي كل المواطنين وكل الجزائريين يعني يشتركوا في قاسم واحد مشترك، وهو اننا كلنا ندوا بالعنف وكلنا ما نرضاوش يعني بهذه الممارسات. جميل سيد جمال معافى، ربما أنتم تمثلون المترشح الذي تعرض رجالاته بين قوسين إلى أكثر كم من ما أسميتموه أنتم تجاوزات أو اعتداءات، كيف تصف ما جرى في الحملة الانتخابية في أسابيعها الثلاثة بخصوص مترشحكم السيد عبد العزيز بوتفليقة؟ أولا مرحبا ومساء الخير. نحن على مستوانا على مستوى حملة المترشح الحر السيد عبد العزيز بوتفليقة نعتبر ما حدث بأنه أولا لا يتماشى مع مبادئ الديمقراطية، مبادئ احترام الرأي الآخر، ومبادئ احترام كل المترشحين، لأن القوانين تسمح لكل المترشحين بإجراء تجمعاتهم، ونحن شاهدنا العديد من الحملات الانتخابية في الجزائر لم نشاهد هذا ما نشاهده اليوم. أنتم كإعلاميين ونحن شاهدنا هذا من خلال الصور، المترشح الحر أو ممثلي المترشح الحر السيد عبد العزيز بوتفليقة تعرضوا إلى عدة تحرشات في العديد من التجمعات. ذكر السيد بوتبيق تجمع بجاية ألغية. تجمع بجاية، نعم بجاية ألغية. بعض ممثلي المترشح عبد العزيز بوتفليقة صراحة مترشح آخر في السباق بالوقوف وراء هذه الأحداث. على كل فيه أطراف تقف وراء ما حدث في بجاية وفي مدن أخرى. تتحدثون عن بفليس بالتحديد؟ لا، اللجنة الوطنية ولجنة الحملة الانتخابية أو مديرية الحملة أصدرت بيان في هذا الشأن وذكرت من تشك في أنهم يقفون وراء ما حدث في بجاية، ونحن نتأسف لهذه الصور التي شاهدناها اليوم، إحراق دار للثقافة. وهنا أنوه بروح المسؤولية للسيد مدير الحملة الذي ألغى التجمع، يعني الأمور وصلت إلى درجة لا تحتمل. نفس الشيء لاحظناه في تجمعات في خارج البلاد، خاصة تعرض السيدين عمار بن يونس والسيد عمار غول لتحرشات في بعض القاعات حتى في أوروبا. يعني جمال قلت لك أنه هناك مترشح بعينه هو المتهم من طرف بعض الممثلين مترشح عبد العزيز بوتفليقة، وأقصد علي بن فليس الذي وجهت له اتهامات كثيرة حول وقوفه وراء مثل هذه التجاوزات. شوف الأخ الكريم، كاين في العديد أولا من تقارير الصحفية أننا شاهدنا صور، صحيح أنه كاين لافتات لمساندين لمرشح في هذا السباق لاعتارضوا تجمعات في الجزائر وفي الخارج خارج الوطن، ونحن بطبعنا نحترم أولا كل المتنافسين، نحترم كل الفرسان. هل هناك صورة
هل هناك تجمع للمترشحين الخمسة الآخرين يعني تعرضوا لضغوطات من طرف المساندية؟ السيد فوزي رباعين رفع اعتراض للجنة يتهم فيه والي ولاية كيكدا مثلا بتعليق صورة المترشح عبد العزيز بوتفليقة داخل القاعة التي سينشط فيها فوزي رباعين تجمعه الشعبي. هذا الأمر تفصل فيه ربما اللجنة الوطنية لمراقبة سنعود ربما لمثل هذه التجاوزات. لكن قبل ذلك أوجه سؤال إلى السيد مصطفى حمودة. سؤال ربما موصول بما كنت أتحدث فيه مع السيد جمال معافاس. علي بن فليس هو المتهم الأبرز في قضية الوقوف وراء ما حدث في تجمعات للمترشح عبد العزيز بوتفليقة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. كنت نتابع فيك وأنت كأنك لصقت كل ما يجري في الوقت الحالي من أنا ناقل معلومة ولست على علي بن فليس. سأجيبك. من أين نبتدي الحكاية لو بدأنا؟ كل ما ينبع من حرام فهو حرام، كل ما ينبع من ظلم فهو ظلم، وكل ما ينبع من اغتصاب فهو حرام. نرجع إلى 2008 يوم اغتصب الدستور وغضب الشعب، ولن يغضب بطريقة اللي يحبس هذاك السيسي ويرجع الدستور وين كان. فهذاك الغضب اللي ما كانش توصل ليه في 2008 راهو خارجي اليوم. هذا غضب شعب، موش غضب شعب بن فليس، غضب شعب الجزائر اللي قال لكم يا ناس راكم كسرتونا أجمل دستور ونحيتوا ما كان يتباهى به الدستور الجزائري وهو تحديد العهدات. وشكرا للرئيس لمين زروال. أنت تتحدث عن قضية تحدثنا فيها كثيرا، هي قضية تعديل الدستور. نعم ولكن تتحدث عن أجواء الحملة الانتخابية اليوم. أنت تقول أنه حراك شعبي غير ممنهج. عفوا، كل جاء من هذا، كل نبع من هذا. ما دام تخلق الدستور الشعب غضب، وراو بعد ربع سنوات ولا خمس ست سنوات راو يقول لكم في الغضب نتاعو اليوم. هذا الشعب لا ينتمي ولا الى بن فليس ولا اي مرشح. ما كلمه بن فليس عندما بدا الانتخابات نتاعو الحمله الانتخابيه لم كل مدراء عبر الولايات وقال لهم كلمه زائده تاع الشتم ما نسمعهاش. هذا الانسان اللي يقول ما نبغيش تشتم ما يقولش، ما يروحش يقول للناس اضربوا ولا اعترضوا للناس. فلذلك الشيء اللي راك تقول فيه وتكلف به فهو غلط. انا ناقل معلومه كما قلت. سي ابو طبيق، ربما انقل ما جرى على لسان ضيفي الى سؤال مباشر. هل رفعت الى لجنتكم احترازات وتجاوزات اكثر من قبل المترشحين علي بن فليس وعبد العزيز بوتفليقة، أم هناك مترشحين آخرين كانوا في هذا مربع التجاوزات؟ شكرا أستاذ. أولا أستاذ اسمح لي يعني من خلال هذا المنبر، من خلال يعني ما سمعت الآن، أن إذا كان تتكلم على قضية العنف أثناء الحملة الانتخابية، إذا كان تكلموا على الحملة كالحملة يعني من بداية الحملة إلى يومنا هذا كتقييم، يعني أولا نحن كلجنة وطنية مراقبة الانتخابات نددنا وصدرنا بيان أن ندد بكل أشكال العنف مهما كانت صفتها الشخص الذي قام بالعنف أو الشخص المعتدى عليه. وإحنا سجلنا يعني بعض الأحداث يعني المعزولة في ولاية الجلفة مثلا كما كان الآن مر علينا في التقرير، كذلك أن سجلنا أحداث كذلك البوليدة، وسجلنا في ولاية البوليدة في ولاية البيجاية وفي بعض المناطق الأخرى من خلال الطعون والتقارير التي رفعت إلينا. ولكن واقعة بيجاية نوعا ما يعني كان عندها صدى أكثر صدق، لأنها صحيح. كانت بصدد مثلا منع أحد المترشحين بأن يقوم بالتجمع تاعو. لكن أنا أقول هكذا بصفة رسمية، أننا لم نتلقى كلجنة لمراقبة الانتخابات أي يعني طعن يتهم شخص أو جهة معينة، بل يعني كل الطعون اللي صدرت اللجنة كلها تتكلم عن مجهول. وبالتالي احنا كلجنة وطنية مراقبة الانتخابات أول إجراء قمنا به وهو أننا اتصلنا مباشرة بلجنة ولائية لمراقبة الانتخابات حتى نكون عندنا اتصال مباشر مع الحادثة، وأرسلنا عضو في اللجنة الوطنية عضو إلى عين المكان وقام باتصال باللجنة الوطنية واتصل باللجنة الولائية واتصل كذلك بالهيئات الإدارية لسيما مصالح الولاية والأمن إلى غير ذلك من جهة أخرى حتى يعطينا يعني ما جرى، وكذلك أنه يساهم بما تكونش يعني باه نوقفوا الحادثة في وقت زمني يعني معين. وبالتالي احنا كلجنة وطنية مراقبة الانتخابات
نرى أن العنف من بين الأسباب الأساسية للعنف هي الخطاب المشحون، سواء كان من أي مترشح. يعني أن الحملة الانتخابية صحيح أنها تمتاز بعنصر المنافسة، أننا كل مترشح يعني اليوم من خلال البرنامج تاعه والأفكار تاعه ومن خلال حماسة الأنصار أنه يحب أنه يبلغ البرنامج تاعه بأقصى وسيلة بأكبر قدر ممكن، ولكن أحيانا أن المترشحين ما ينضبطوش بالضوابط القانونية الموجودة في القانون. هنا أدى إلى 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 تطرقت لنقطة مهمة سي بوطبيخ، أنه قضية أنه هناك تراكمات، خطاب مشحون سي جمال معنا، سي مصطفى ايضا تحدث عن تراكمات تعود الى سنه 2008 وتوقيف وتعديل الدستور. كل هذه الاتهامات المبطنه تقول انه ما جرى في الولايات في تجمعات المترشح عبد العزيز بوتفليقه هي تراكم شعبي وليست ممنهجه. شوف الاخ الكريم، انا ماذا بيا سي حموده نطرح عليه سؤال، وقبل الحصه قال لي بلي انا عايش في بلد من بلدان اوروبا. هذه تهمة مش تهمة. لا 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 لا، طرح سؤال، هل تحديد العهدات هو معيار للديمقراطية؟ نحكيه على إنجلترا، ما فيهاش تحديد العهدات في إنجلترا، ما فيهاش تحديد العهدات في ألمانيا، ما فيهاش تحديد العهدات في العديد من دول العالم. 2008 اللي كان قادر يعارض، كان قادر يعارض في 2008، وماذا بيا نحيه من يعني التعبير الجزائري. الجزائر خرجت من محن كثيرة، ما نعاودوش نوليو اللور، يعني الغضب كلمة ما نتقبلوهاش، الحلال والحرام، من هو في الحلال من هو في الحرام، ولينا نحلو ولينا نحرمو، رانا في منافسة سياسية. إلى حد الآن رانا ثلاث أسابيع سمعنا الكثير من الكلام، ولكن ما شفناش برامج سياسية، ما شفناش اقتراحات للاقتصاد الجزائري، ما شفناش اقتراحات للمدرسة الجزائرية، ما شفناش اقتراحات فيما يخص. سمعت المترشح السيد علي بن فليس قبل يومين يتحدث عن العقار الفلاحي والعقار الصناعي، أكثر من 200 ألف من الفلاحين الجزائريين تحصلوا على عقود الامتياز في الجزائر قبل سنتين، واليوم نتحدثوا على تسوية العقار الفلاحي. العقار الفلاحي راه في إطار التسوية. العقار الصناعي كاين أكثر من 50 حظيرة جزائرية للعقار الصناعي، راهي اليوم رايحة تمنح للصناعيين الجزائريين. مصطفى أنتم تتحدثون بخطابات وليس ببرامج، ببرامج منهجية. يتكلم على برنامج بن فليس وكأنه قراه. قريته أستاذ. إذا قريت أستاذ نحن قوم لا نقرأ ولا نقرأ، وإذا قرأنا لا نفهم. وهنا هذا تعميم سي مصطفى. لا معليش، اسمح لي إذا عممت، ولكن إذا قريت راك ما فهمتش. أنا نجي على تراكم الغضب هذا اللي رانا فيه. هذا اتهام على الفهم أستاذ حمود. لا 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 ما دام تكلمت تجاوز جمال. لا لا لا، إذا تكلمت بالطريقة هذه أنك تقول أنا عارفك باللي ما فهمتش إذا تكلمت بالطريقة هذه، ولكن ما هو شدة الأمر. استرسل سي مصطفى. نعم نستفسرك، أنا نتكلم لك على التراكم نتاع الغضب اللي رانا فيه. منين جاء هذا التراكم؟ نعاود نرجع وين كنت قبيل، ما نرجعلكش للدستور. رجع لتاريخ الانتخابات 17 أفريل. واش يعني؟ يعني 17 أفريل راح المرشح عزيز بوتفليقة راح ينجح بها. علاش؟ لأنه العهدة نتاعو تنتهي في 19 أفريل. الغاو يعني لو دوزيام تور، يقول لك 17 يبقى رئيس، وإذا ما كانش رئيس راح يكون فراغ سياسي، يعني راح يكون. فلذلك هذه واحدة سيد مصطفى، أنت أمام اللجنة، اللجنة رئيس اللجنة الوطنية. لماذا لا تشاركون تشاركون في سباق؟ أنتم تعرفون أصلا أن نتائجه محسومة، يعني هذه قضية. نتائج ما بقاتش محسومة، ما بقاش نتائج. وعلاش غاضب الشعب؟ غاضب لانونس دو كونديتاتور نتاع سلال. سلال رئيس حكومة، لا هو اللي يانونسيها. لو ديبو دو دوسي كونسي كونستيتيسيونيل، لو سيرتيفيكا ميديكال، والرئيس تكتب لنا رسالة فيها 20 دقيقة يقول راني مريض. 4 مليون دو سيناتور جات في 24 دقيقة، يا وتجيب عمار بالزور كيما نقولوا حنا بالبوراق، ما ينجمش يلمها في 24 دقيقة، ساعة محال. هذا الشعب اللي هو غضبان، لي ديرافاج نتاع الناس، نتاع الناس يتحكم فينا، الوزراء ورؤساء الأحزاب اللي راهي تسب فينا الصباح والعشية. ها هو واش خلى الشعب يكسر، ها هو واش خلى الشعب ينوض، ها هو واش خلى الشعب يقول لنا خليني من هذا الناس عندهم خيانة التغيير. ما هوش مرشح مالي راهو يبعث الغاشي، محال محال محال. بن فليس المدرسة الباديسية
مدرسة الأخلاق ومدرسة التربية محال يقول لأي مرشح روح كسر ولا روح. أنا عندي سي مصطفى عندي سؤال من أسئلة الفيسبوك سأطرحه ربما عذرني سي بوطبيغ لكن هو سؤال ربما يوجه لجمال معافى. مريم منصر تقول لماذا حملات المترشح بوتفليقة تتلقى اعتداءات أكبر من باقي حملات المترشحين الآخرين؟ هذا احنا السؤال أولا يوجه إلى من يستعمل هذه الطريقة، حملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة أو الذين يدافعون عن هذه عن هذا الترشح. أولا تقريبا كاين 5 تجمعات في اليوم، والحمد لله نحن مرتاحون بالنسبة لإقبال المواطنين الجزائريين واللي اسمهم سي حمودة الشعب الغاضب، وقبل هذا الموعد هذا كانوا يسميوهم بالحاشية، يعني كأنه الشعب الجزائري كامل ولا حاشية، يقول لك 4 ملايين والأحزاب. احنا فقط نذكروا أنه السيد عبد العزيز بوتفليقة ترشحوا أولا تساندوا 4 أحزاب كبيرة اللي هي حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الشعبية الجزائرية، تاج، اتحاد الفلاحين، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، العديد من المنظمات والعديد من الشرائح المجتمع الجزائري وبعض المسؤولين التنفيذيين أو الوزراء الذين يتحدثون اليوم باسمه وربما ما وصف بتجاوزات في الحملة الانتخابية. نجاوبك سيد عمار بن يونس يتحدث أو يستعمل على لسان بعض المنتقدين يستعمل وسائل الدولة في الترويج للمترشح عبد العزيز بوتفليقة. أنا أطرح عليك سؤال، إذا كان راك تتبع الحملات في الخارج، بما أننا نتحدث على الديمقراطية نتحدث عن الديمقراطية عن كل الديمقراطية، في حملة ساركوزي في فرنسا أو في حملة رؤساء الوزراء اللي يروحوا للحملات في أوروبا، هل الوزراء اللي معاهم يتخلوا على الحكومة؟ أعطيني قانون في القانون الانتخابات الجزائرية يمنع الوزير اللي عنده حزب يترأس حزب سياسي يقوم. أنا نوجه السؤال هذا للسيد فتح بوطبيق. هو في الحقيقة يعني أولا أنا نشوف النقاش يعني سياسي، مهما يكون الإنسان حامل يعني من أفكار ولا من برامج سياسية من حقه أن يعبر عليها بكل حرية، يعني الدستور يحمي له ذاك الرأي تاعه، ولكن مش من حقه أنه يتجاوز الأطر الشرعية مهما كانت الصفة تاعه، كان مترشح أو كان ناخب أو كان سياسي ناشط، المهم أنه يبقى توجور دائما مؤطر طبقا للتشريعات الموجودة. مادام قبلنا بهذه اللعبة الانتخابية اللعبة السياسية وهي تتم عن طريق القوانين الموجودة، احنا مطالبين أننا نخضع لها حسب ما جابر به المشرع. هل سجلتم تجاوزات تتعلق باستعمال وسائل الدولة في الحملة الانتخابية لصالح مترشح معين؟ في الحقيقة احنا يعني وصلتنا طعون من هذا القبيل، وان بعض المترشحين ولا الممثلين تاعهم ولا الانصار تاعهم يقولوا باللي ان هنالك يعني استعمال املاك الدولة واستعمال واستغلال لمناصب سياسية، وهذا يعني سجلنا حتى على مستوى وسائل الاعلام. ولكن انا نقول يعني بالنسبة للرئاسيات هذه بالذات، اولا جت في جو سياسي غير معروف غير مألوف، وانها جات في ظل قوانين جديده، لانها اول مره تجرى رئاسيات في ظل قانون العضوي رقم 2012. هنا لاول مره نشوفوا مثلا، ولو ان يعني سابقا كانت موجوده ان رئيس ولكن هو مترشح الان في الساحه السياسيه، ربما لو كان ما كانش رئيس مترشح ممكن المترشحين يعني نكون على نفس رغم ان القانون يقول على نفس المستوى، ولكن لاول مره ممكن شاهدنا هذا الهيلمان او هذا يعني في الانتخابات الشرعيه كانت تقريبا كل الاحزاب مترشحه وعندها تشريعيات، وبالتالي يقدر كل وزير عنده اتجاه سياسي معين، وبالتالي ما كانش ظاهره للعيان بشكل يعني 2009 ثاني كان رئيس مترشح لعوده ثالثه، ما كانش لم تطرح لانه كان في ذاك الوقت ما كانش حتى وسائل الاعلام يعني خاصه بصفه يعني هذه المره كانت. سنعود الى قضيه وسائل الاعلام الخاصه لكن بعد ان نقف في فقره على الرصيف. لا هكذا وكان كاين واحد اللي يطبق القانون مليح ما يلحقوش باش يعلقوا بارتو ولا ما كاش ما يصرحوا وحدهم في الحصيده كما يقول واحد. حب تروح روح احضر تفرج، ولا تحب راك ضد بصح ماشي بالصفه هذه بالعنف ولا حاجه، هذه مش ما تخرجش مليح علينا الجزائريين يعني كوطن كشعب يعني. انا ليا هذه فتنه، شغل الناس راهي تخرب، الناس مخدومه لهذا الشيء، مخدومة باش دير فتنة ما بين الشعب. تا يتخلص هم يخلصوا الدراهم باش يحرشوا عليهم. راهي تجاوزات نتاع الانتخابات. وهذه اللجنة نتاع الرقابة الانتخابية لازم تخوض بعين الاعتبار في كل الانتخابات. ما هيش صرات الخطرة هذه وما صرات دائما تصرى في الآخر. ممكن راهم مشريين. ممكن 90% راهم مشريين خالصين عليها.
الديمقراطيه خويا، انت عندك حزب، عندك سبب، عندك برنامج، قنع الناس. هذا تعدي احترام للاشخاص المترشحين، لا يجوز وغير قانوني. العنف مش مليح، حاجه كي تفرسيها تكسر، هكذا كي تكسر الجيب غير خساره. ماشي متقف كيما لعبت انا يا خو، ماشي متقف واحد ماهوش مربي يقدر يدير اي حاجه. انا نعرف التربيه هي كلش، واحد مربي ما يتسرعش للشي هذا. ايه راهم رافضينهم على بالناش عليه، وحنا ما نقولوا والو. على كل حال حنا نقولوا كما يقول لك اللي يصنع البلاد مرحبا وسهلا به، على عيننا وراسنا. يعني ما يخدمش هذه الخدمه هذه نتاع العنف هذا نتاع التجمعات هكذا، يضربوا والله يتعداوا على صحافي والله على واحد مثلا مسؤول في الدوله والله كذا، ماشي مليح. جو بونس كو الشعب خلاص يوم ما لا سيتياسيون تاعو سي بو سا اي سي با كومون رياجير بتاتر رياجير ان تي بو ما. للمواطن ايضا رايه في 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 بولي ويك، ولباقي بوخلفة ايضا رايه من خلال رسوماته. سي باقي يقول لك باللي وراء مترشح معين قاعده كبرى. سي مصطفى، انت لا تنكر انه المترشح عبد العزيز بوتفليقه ايضا عنده قاعده شعبيه، حبينا ولا كرهنا كاين ناس كثير اللي مازالوا يؤمنوا بمشروع عبد العزيز بوتفليقه، وسيذهبون الى الصندوق يوم 17 ابريل وسيمنحون اكيد صوتهم لهذا المترشح. نعم. لماذا دائما تعلقون ربما اخفاقات بعض، لا اقصدكم بالتحديد، لكن بعض المترشحين يعلقون اخفاقاتهم الحاليه او القادمه على مشجب التزوير؟ هل كاين يعني جزائري اليوم يقدر يشوف روحه في المرايه ويقول الرئيس بوتفليقه صحيح وقادر يقود الجزائر؟ ما كانش. وش يقول المجلس الدستوري قبل الملف نتاعو؟ نرجع للمجلس الدستوري، ما عادش نخرجوا، ما فهم يوم خليوها تكوتي. هنقول لك حاجه، علاه الشعب راه غاضب؟ الشعب راه يقول لكم ماناش رايحين ننتخبوا على بوتفليقه، بوتفليقه حاشاه، رانا رايحين ندعبوا لاخول وعلى سعداني وراحين ندعبوا لسلال وعمار بن يونس والجماعه هذه اللي راهي تطبل ودول، لانها مصالحها فقط. الرئيس حاشاه حاشاه حاشاه، وحنا عندك الشعب راهو غضبان على الشيء اللي راهو يشوفه خارج الطريق. ومن خلي نقولها للاستاذ برك مادام هو في اللجنه، لو بوست دو بريمي مينيستر انترميديير نيكزيست با دان لا كونستيتيسيون، هذه حاجه. مينيستر ديميسيونير امبليك اوتوماتيكمون ديميسيون دو غوفرنمون، وين راهي؟ جوريديكمون لو بيي دون ان ايتون دو نون غوفرنونس، لابسونس دو كونديدا دو لا كومباني، لو غوفرنمون، لو بارلمون، لو سينا، لو جي تي ا، لو باترونا se comporte comme des comités de soutien. هاو الشعب على غايب، راه يكسر ياكل قشو، هاو الشعب على راه غايب الحال. لينيغاليتي دي تريتمون دي ميديا بوبليك، لي ميديا بريفي، لا ريغل دو باريتي دوفون لي كونديدا. وين راح تروح؟ جات قناة يسميوها أطلس قال جوج كلمات تقلبت عليها الدنيا وتنحت. النهار راهو 24 شهور سي مصطفى، لا نشخص، لا نشخص، الله يخليك. لا نشخص، لا هنا في منبر أن نشخص أو نتهم بعض القنوات أو الأشخاص. كل حاجة تمشي في طريق فخامته فما مبارك بها، والعكس يا لطيف. سي جمال، يعني اتهامات واضحه من طرف السي مصطفى على لسان ربما المترشح اللي مثله. كثير من التجاوزات يقوم بها بعض رجالات الرئيس او المتحدثين باسمه، سواء كانت تجاوزات في الحمله الانتخابيه او قبل الحمله الانتخابيه اصلا. يعني والله يا اخي الكريم انا نتاسف انه نسمع هذا الخطاب، يعني تقريبا نعتبره عنف لفظي. هذا العنف اللفظي اللي هو اللي جبنا المشاكل اللي رانا نشوفوهم اليوم في الشارع. هذه الحقيقه اللفظيه، ما كاينش عنف اللفظية. هذه الحقيقه العنفيه في الجرائم الجزائريه والخارجي، هذه الحقيقه ما ننكروهاش. سي حموده، هذه هي الحقيقه، هذه الحقيقه. سي حموده، المشكل ما اخترعت والو، كلش مخارج من الجرائم الجزائريه والخارجيه. لا لا، شوف يا اخي الكريم، هذا المنظمات اللي ذكرتهم، اولا اتحادات وطنيه واحزاب سياسيه اللي انتم تسميوهم بالحاشيه، راهم مجتمع جزائري وراهم افراد جزائريين وراهم ابناء الجزائر. والناس اللي تعتبرهم انت باللي الناس تاع مصالح، ما فهمتش واش من المصالح هذوما اللي كاينين. هذوما جزائريين كي انت كي هما من حقه يساند شكون اللي يحب. لا لا انا مانيش كي هذ الناس. لا وعلاش؟ لا 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 لا. طيب لا تشخص سي مصطفى الله يخليك، حتى لا ناخذ القضيه الى تشخيص. اسمي معروف سي بطبيق، لا نشخص سي مصطفى. لا قال لي كيما انا كيما عمار بن يونس عيداني. وعلاش هو سي عمار بن يونس جزائري؟ سي مصطفى الله يخليك، حتى لا كيما هما، انا مانيش هما. خلي يوصل فكرته سي مصطفى. انا مانيش، انا ما انتمي الى اي حزب ومانيش كيما سعداني وعمار بن يونس. معليش وصلت الفكره، وصلت الفكره. خلي سي جمال يوصل فكرته كيما وصلت فكرته. مع هذا الناس هذا عندك حق الرد من بعد، الله يخليك. ما عطنيش مع هذا الناس، انا جزائري. سي مصطفى خليه الله يخليك يوصل فكرته. هو جزائري
احنا ثاني جزائريين، والاخ عمار بن يونس اللي راه يتحدث عليه نعم عنده 35 سنه راه يناضل من اجل ارساء الديمقراطيه في الجزائر. عنده 35 سنه ابن شهيد ولد في الجبل. السي عمار بن يونس رفد سلاح باش يكافح الارهاب سي حموده، واليوم تقول باللي انسان عنده مصالح. ارواح انت يدخل في حزب سياسي، ايا وعلاش واش منعك باش دير سياسه في الجزائر؟ لكن بغض النظر عن هذا التشخيص، ربما الاسم الذي تحدثت عنه السي جمال وقع فيها فوات ثبت له سواء هو او بعض المسؤولين الاخرين ثبت له ببعض الغضب الشعبي. لا يا اخي الكريم، هذه الكلمه الشعبيه تم استغلالها كما تم استغلال العديد من الكلمات بطريقه غير اخلاقيه. راهم حابين يأججوا الشارع، حابين يعاودوا يرجعوا الجزائر الى 30 سنه من اللور. احنا الجزائر قعدنا هنا يا ما روحناش للخارج. الناس طيب. هذوما اللي راه يهضر عليهم، على الاقل انا راني نحكي على الامين العام تاع الحركه الشعبيه الجزائريه، قعد في الجزائر في التسعينيات، حارب الارهاب، قاوم الارهاب، وقعد لهنا باش وقفت طيب الجزائر. طيب سي جمال، حتى لا ابقى في هذه النقطه حتى ابتعد عن التشخيص، سانقل سؤال من اسئله الفيسبوك للسيد فتح بطبيخ. سهيلة كلمة فقط نزل ضيف الله يعيشك. كاين واحد الجو المشحون اللي راه اليوم في الجزائر، يعني كل ما هو اللي يهضر ضد الرئيس يعتبروه بطل، يعتبروه بطل. هذه هي المعارضه في الجزائر في 2014. هذا هو مشكل كبير. احنا نتكلم عن الفساد واحد ديال السياسه. خليوني خليوني اشرك السيد فتح بطبيخ. سؤال من اسئله الفيسبوك للسيد بطبيخ. سهيلة سمصفا، خليني ادير النقاش. الله يخليك سمصفا، خليني ندافعوا على 2014. اشرب الماء، اشرب الماء، باش دير سياسه بالماسي. الجزائر فيها حريه تعبير، فيها حريه تعبير. سي جمال خليني نوصل ليلى الله محمد رسول الله، خلينا نوصل ليلى السياسه اللي نشوفوا فيها. سي مصطفى الله يخليك، انت تمثل مترشح للرئاسيات. سي مصطفى انت تمثل مترشح للرئاسيات. الشعب راه يتفلق، راه يتخرجوه للطريق. الشعب قتلتوه، هاي الجزائر اللي عايشين فيها، وتقولوا لي انتم نديروا السياسه. بغيتوا السياسه تاع عمي عمي ما نعرفوهاش احنا. سي مصطفى تعرفوا السياسه نتاع كي تشوف الباطل كلها الباطل. انت تمثل المترشح للرئاسيات، كن على قدر هذا التمثيل. سي فتح بوطبيق، السؤال من اسئله الفيسبوك. سهيلة كالي تقول انه اعضاء اللجنه المستقله لمراقبه الانتخابات موالين لمرشحيهم ام موالون للنظام؟ انتم تمثلون حزب المستقبل، جبهة المستقبل، وأنتم ترأسون هذه اللجنة، اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات. كيف تقفون في الحياد أو تقفون على الحياد أمام هذا المعطى، معطى أنكم متحزبين؟ وهناك أيضا سؤال ضمني في هذا السؤال، قضية الولاء للأحزاب داخل اللجنة المستقلة لمتابعة أو لمراقبة الانتخابات. أرجو أن الإخوة باك ما يقاطعونيش في كلام تاعهم، لأني ما قاطعتهمش إن شاء الله. شوف في الحقيقة احنا كجبهة المستقبل وبصفتي كمثل احد المترشحين في الانتخابات الرئاسيه هذه، احنا نادينا من بين النقاط الاساسيه اللي نرتكز عليها في حزبنا اننا ضروره اخلاقه العمل السياسي. يعني تحترمني ونحترمك ويكون حسن التواصل. احيانا قد نغلط في حقك، ولكن ما لازمش تمنعني من عبر الصوت تاعي ولا نفهمك واش راهي نحوس. يعني معنى ذلك احنا فقط انا نادي اولا بالتوازن السياسي. مثلا نعطيك مثال، احنا اليوم رانا في اللجنه الوطنيه لمراقبه الانتخابات، انطلاقا من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، التركيبه تاع اللجنه تعكس عدد المترشحين. يعني رانا 6 مترشحين، رانا 6 ممثلين تاع مترشحين. صح حقيقه يندار الجو الانتخابي وهو ان انتخب الرئيس، اللجنه تنتخب رئيسها تبقى لما هو مجرى متعامل عليه، ولكن في اخر المطاف ان اللجنه في قرارات تاعها، في اعمالها، في نشاطاتها كلها تخضع للتداول. وبالتالي هنا راح نطبقوا قاعده الديمقراطيه وهي الاقليه تخضع للاغلبيه، ونسيروا الحمله الانتخابيه والعمليه الانتخابيه حسب القواعد التي تعد لها. احنا فقط اننا مطالبين اولا التحلي بنوع من الاخلاق السياسيه، حتى اولا اننا نقوم بالمهام نتاعنا حسب ما يطلبها المترشح في حد ذاته، وحسب ما كذلك ان تضمن الجو الشفاف للعمليه الانتخابيه. ومن جهه اخرى اننا احنا كذلك مطالبين بضوابط قانونيه موجوده، لاننا ما دام قبلنا ان ندخل هذه العمليه وهذه اللعبه الانتخابيه وهذه القواعد، لازمنا مطالبين اننا ننضبط بالقواعد القانونيه الموجوده. جميل. نعم. سي جمال معافى، المدير الحمله الانتخابيه للمترشح عبد العزيز بوتفليقه بالامس اعلن عن 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 عن, 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 عن قانون جديد على لسان الحكومة حول تخفيض مدة الخدمة الوطنية إلى 12
12 شهر. هذا القرار ربما لو كان هو قرار على لسان الوزير الأول وليس على لسان مدير حملة انتخابية المترشح، لا تعتقد أنه مثل هذه القرارات المصيرية في تاريخ الجزائريين وفي الشباب المتعلقة بشريحة هامة من الجزائريين، لا تعتقد أنها استثمرت في حملة انتخابية؟ لا، احنا ما نعتبروش بلي انها استغلال، لانه السيد مدير الحمله ربما كان وصلته معلومات على توقيع هذا القرار واعلن هذا القرار، وهو قرار احنا مرتاحين له والشعب والشباب الجزائري كامل مرتاح له. الحمد لله انه هذه المده هذه انخفضت الى سنه، يعني 12 شهر، وحتى هذه السنه هذه بالنسبه للشباب الجزائري رايحه تدخل له في التقاعد، وهذا شيء بأي صفة أعلن عبد الملك سلال هذا القرار؟ بصفته مدير الحملة الانتخابية لرئيس للمترشح عبد العزيز بوتفليقة. كانت عنده ربما معلومات وأعلن على هذا القرار، وهذا القرار لكن تتحدث على لسان الحكومة، على لسان أنه قرار هذا خرج من طاولة الحكومة اللي كان يمثلها. لا، ما نظنش. أنا بالنسبة لي نعتبر أنه ربما كانت عنده معلومات، وهذا خاصة فيما يخص الإعلام الجزائري. أنا كنت نتبع تقريبا قبل شهرين أو ثلاثة كان في حديث حول موضوع الخدمة الوطنية وتخفيض المدة تاعها، يعني كان القرار بصدد التحضير. يعني سي مصطفى، كيفاش تقرأوا مثل هذه القرارات الخارجة من على لسان الوزير الاول الاسبق او السابق مدير الحمله الحالي؟ كل ما انتخابات ونبداو نشريو الشعب، الراشي ما يعرف غير لغه الصوارد، نقص له غير الحاجات اللي تغزلك بها، نقص له الخدمه الوطنيه، كثر له في لونساج، زيد قول له راح نعطيوك الديار، قول له ماهوش هذا هو وقتها، هذا كان دار في 15 سنه كان ماهوش حتى تخليني على سمانه قبل الانتخابات وتبدا تجيب لي في الحكايه هذه باش تشريني. الشعب الجزائري قال لك ما نتشراش. انا نعرف شباب تكلمت معاهم هالايام قال لك احنا مستعدين نديروا الخدمه الوطنيه 3 سنين باش نبنيو الجزائر. هاي الرجال اللي بغينا نشوفها بدون عيط، هاهم الشباب اللي بغينا نشوفوهم قالوا لنا احنا ماذا بينا نخدموا الجزائر سواء في الخدمه الوطنيه ولا اعطيونا اي شغل. السيد علي بن فليس غازل المطلقات وقال انه سأبعث صندوق للمطلقات، واتهم المترشح عبد العزيز بوتفليقه بسرقه هذا المشروع. الا تعتقد انه علي بن فليس ايضا يحاول مغازله شريحه مهمه؟ ولكن لازم باش تجيب الانتخابات لازم لك مشروع، والمشروع فيه لازم تكون فيه خطوط وتكون فيه يعني حاجات اللي لازم تتكلم بها للمواطن، ومن هذه الحاجات هذه. ولكن ما نجيش ندخل لحاجات حساسة. انا باغي نتكلم برك للاخ نتاع اللجنه، يعني اذا سمحت مادام راه هو لجنه، وليش ما نطقطوش عندما في البرلمان خرجت ناس من كل الاحزاب هزت صوره رئيس بوتفليقه في البرلمان؟ يا مع وين صارت هذه؟ وما قالتش كلمه اللجنه منتخب اللجنه هذا الشيء حدث قبل الحمله الانتخابيه. سي قبل ما تنصب اللجنه، قبل تنصيب اللجنه، وهذا مش هذا الواقع. اسمع لا استاذ كريم، ما ندوش هو يمثل اللجنه الوطنيه لمراقبه الانتخابات المنصبه حديثا وليس قبل 23. اولا لما تكلم لا خلينا نكمل حضرك المطر شو غطي يا استاذ كريم. لا طيب السيد مصطفى يتحدث عن كلام مهم. كثير من المباني الحكوميه على واجهاتها صوره مترشح معين. السيد غلام الله وزير الشؤون الدينية يتحدث في تصريح أخير يقول أنه طلبنا من المساجد أن تروج للحملة الانتخابية. هناك مادة صريحة في القانون العضوي للانتخابات سيد فاتح بوطبيق، أعتقد أن المادة 197 نعم من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات الإدارية والعمومية لأغراض الدعاية الانتخابية. كيف تعلقون على تصريح السيد ابو عبد الله غلام الله؟ هو في الحقيقه يعني كي نتكلموا على قضيه احنا في الانتخابات، احنا قبل ما نرجع للاخ كريم، اولا احنا كلجنه لمراقبه الانتخابات نتكلموا اولا اذا كانت تحب تقيمني تكلم على ظروف التنصيب تاع اللجنه هذه، وتكلم كذلك على اولا ما لازمش تشك في اللجنه لانك انت عندك عضو راه ممثل داخل اللجنه. احنا 6 اعضاء، يعني ما كانش واحد يسيطر على واحد، وبالتالي احنا ما دامنا 6 اعضاء كل عضو راه يمثل مترشح، وكل مترشح حاب يلحق للسلطه، وبالتالي انا ما نظنش باللي مترشح جاب يدخل على جنب مترشح واحد اخر. هذا انطلاقا من عنصر المنافسه، انطلاقا من كذلك من قواعد الديمقراطيه قلنا باللي التداول والعضو اللي قادر يقنع الاعضاء يمشي في اي اجراء. يبقى احنا كلجنه وطنيه مراقبه الانتخابات في الاطار العام اننا نسهر على العمليه الانتخابيه تكون شفافه، وانها تتم حسب الظروف القانونيه الموجوده اللي تتكلم على الانتخابات. بالنسبه للتصريحات هذه، اذا كان اولا
حنا نعرفوا باللي كاين لجنه تحضيريه تاع الانتخابات. اذا كان حنا رانا كنا ندعيو ونحسوا في المواطن باه يشارك في الانتخابات، لماذا؟ لسبب واحد فقط، اننا باه تكون الانتخابات اكثر شفافيه، لان المواطن لما يروح يصوت ويفرض الصوت تاعو ويحاول انه يحمي الصوت تاعو مهما كانت الصفه، بالعكس راح تكون اكبر صوره ديمقراطيه واكبر صوره اكبر ضمان للانتخابات. يبقى دوك حنا هذا الوزير اذا كان انه هو يحسس في المواطنين بمدى اهميه هذا الاستحقاق، مع انه لازم لازمش ينحاز حتى مترشح، يعني ما عندوش حق المواطنين خارج المساجد. لا اصلا نتكلم، ماشي نتكلم عن المساجد، ما نحكش عن المساجد، نتكلم على وزير بالكلام نتاعو بالتصريح نتاعو. اذا كان هذا الوزير ولا هذا المسؤول ولا هذا الاطار مهما كانت صفته انه بيحسس المواطنين من اجل المشاركه في الانتخابات، لانه انا نقول لك صراحه اذا كان مواطن شارك في العمليه وتفاعل معه ايجابيا هو اكبر ضمانه، ما يبقاش هذا الخطاب المشحون، ما يبقى والو. حتى اذا حددهم والي العاصمه مثلا الذين لا يصوتون لا يحصلون على سكن. لا لا، هذه التصريحات احنا اولا احنا رانا اليوم نتعاملوا مع تصريحات صحفيه، ماناش نتعاملوا مع قرار تصريح دلوقتي. منقول وبالفيديو لا يعني ورجعت على هذا التصريح وقلت باللي ان اذا كان هذا المسؤول قام بهذا التصريح من باب التحسيس من اجل الناس يفوتوا يروحوا ينتخبوا، ما كاش مشكل والله ضرار، الناس كل تنادي الى المشاركه، يبقى اللي حاب يقاطع ثاني عنده الحق يعبر. ولكن إذا كان هذا المسؤول حب يدير عمل تعسفي وهو أنه استعمال القرار والتهديد والترغيب من أجل ضغط المواطنين باه يروحوا يشاركوا في المنتخبات، هذا مرفوض لأنه تعسف يسمى السلطة. طيب سنعود إلى هذه القضية مع جمال معافى بعد أن نقف عند فقرة المقال وأهم ما جاء في الصحافة الوطنية حول قضية الجدل. نقاش ساخن دار في خلال بث فقرة المقال، لكن سأعود إلى النقاش المتعلق ببعض التجاوزات في الحملة الانتخابية بعد الوقوف عند رسم باقي بوخالفة الذي أيضا يشير فيه إلى سباق من نوع آخر، سباق قد تكون المنشطات حاضرة فيه. سي جمال معافى، علق لي على باقي ومن بعد علق لي على قضية تجاوزات بعض الأسماء المحسوبة على المترشح عبد العزيز بوتفليقه التي ربما دعت الى ترويج للانتخابات داخل المساجد، وايضا قضيه من لا يصوت لا يحظى بسكن. والله قبل التعليق ربما احنا اللي يهمنا بالدرجه الاولى، اولا لازم تكون مشاركه من طرف المواطن الجزائري. والحمد لله كي من قبل كنا تبعنا تقرير، الحمد لله المواطن الجزائري راه واعي وراه يتبع الحملة الانتخابية، يتبع المترشحين اللي راهم يقدموا في أفكار، ويتبع حتى الأمور اللي راهي سارية يعني من خلال هذه الحملة، خاصة الأمور اللي تحدثنا عليها في بداية الحصة. الآن احنا واش يهمنا الأخ الكريم؟ احنا يهمنا أنه أولا تكون مشاركة قوية من طرف الشعب الجزائري في الانتخابات. كاين 6 متنافسين، الديمقراطية يا أخي الكريم اللي حبيت تنتخب عليه روح انتخب عليه، هذه هي أساس الديمقراطية. الآن النقطة الثانية، احنا ماذا بينا نتخلصوا من هذا الخطاب، خطاب العنف، الخطاب اللفظي، الألفاظ اللي ربما لازم تروح من المجتمع الجزائري، لأنه الجزائر عادت من بعيد يا الأخ الكريم. الجزائر 200,000 ضحية في التسعينيات، الجزائر تحطمت من طرف الإرهاب، الشعب الجزائري اليوم راه يحوس به يعيش، الجزائر اليوم راه يتحوس به تبني ديمقراطية قوية، الجزائر من بين البلدان المستقرة في المنطقة. سي جمال فتحي من أسئلة الفيسبوك ووجه السؤال ذلك أيضا، فضل. يقول إذا كان غضب الشارع كما تقول عفويا، ربما بعض أو ربما ضيفي الذين قالوا اللذين قالا أنه عفوي، فلماذا يقتصر هذا الحراك وهذا الغضب بالشارع على بعض الولايات دون غيرها؟ لماذا هذا الحراك كان في باتنا بعد تصريحات عبد الملك سلال؟ لماذا كان في بجاية؟ لماذا كان في بعض الولايات الشرقية بالتحديد؟ والله يا الأخ الكريم، أنا في السبق وأنا قلت لك الآن أنه إحنا الشعب الجزائري أولا دماء الجزائريين تخلطت بفضل ثورة التحرير، 1.5 مليون شهيد. ما نجيوش اليوم في 2014 نبداو نفرقوا بين الشعب الجزائري، هذا من هذه المنطقة وهذا من هذه المنطقة وهذا من هذه المنطقة. الشعب الجزائري لازم اليد في اليد باش نبنيو دولة قوية. الجزائر اليوم راهي مهددة، الجزائر اليوم كل الأنظار، أنظار العالم راهي على الجزائر باش نبنيو دولة ناشئة، ان غرون بي ايمرجون. هذه هي طموحات الأجيال تاعنا اليوم. شكرا سي جمال. المترشح علي بن فليس استثمر في بعض الهفوات هذه اللي وقع فيها بعض المحسوبين
على المترشح عبد العزيز بوتفليقه واستثمرها في بعض الولايات على غرار ولايات الشرق، اليس كذلك؟ لا تسمح لي يعني نرجع لك للسؤال، ولكن باغي ناكد حاجه برك ما دام تكلمت على وزير الشؤون الدينيه الذي تلفظ وقال كل من ابتعد عن الصندوق فهو آثم. الإثم راهي حاجه كبيره، وهو رجل دين. تبتعد عن الصندوق فأنت آثم. ما هو إثم التزوير؟ ما هو إثم شهادة الزور؟ شهادة الزور حسب ما نستخلصه من آية الفرقان فهي تساوي قاتل النفس وكلاهما في النار. هذا ما تكلمش على شهادة الزور وتكلم على رخصتك. احنا نقولوا الوزير الشؤون الدينية إذا تتكلم على الإثم روح شوف أعضاء الحكومة نتاعك يقولوا للولات اللي مساكن حاطين عليهم الضغط الموسى هنا باش يزوروا الانتخابات، وأنا هذا ندائي يعني للولات نقول لهم يا نقسم على ربي ما تخافوش راهو شهادة الزور راهي جهنم، ما تخافوش وما كان حتى راجل تدخلوا على جلده جهنم، وما كان حتى بوست ولا منصب تدخلوا على جلده جهنم، الرزق راهو على الله وما تخافوش، خاطر ما شكون يقول تزور الانتخابات بين الدائرة والولاية. هذا واش راهم يقولوا. وللي القضية استثمار علي بن فليس في بعض هفوات المترشح او الرجالات المترشح عبد العزيز بوتفليقه. يا الولايات الشرقية بالتحديد. والله يعني لست بمحلل عريق، ولكن هاك تشوف وين يروحوا ما عندهمش برنامج واش يقولوا لنا؟ انا ما رحتش على كل حال لتجمعات ممثلين عبد العزيز بوتفليقه، ولكن الناس تروح يقول لك ما يحكيوش خلاص، يقول لك هاو ناض، هاو هدر، هاو قال لنا، هاو راح ينطق، هاو يسال عليكم، هاو يشتي المردود، وين البرنامج؟ وكي يتكلموا على البرنامج يتكلموا على لقطات من برنامج علي بن فليس. نوفو كل حاجات مهزوزه يعني سي دو بلاجيا. سي فتح فيني. شكرا والله يعني سي فتح بطبيق حتى لا نحصر وكاننا وقعنا في خطا كبير ايضا عندما نحصر السباق الانتخابي في وجهين فقط عبد العزيز بوتفليقه والمترشح علي بن فليس. هناك ايضا مترشحين، اربع مترشحين لديهم من الحظوظ ايضا ما يمكنهم من الوصول الى اصوات معينه في 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 افريل، ومن بينهم السيد بلعيد عبد العزيز وحنون وتواتي واربعين. اين كاننا لم نستمع كثيرا او لم نحصل بعض التجاوزات المتعلقه بهذه الاسماء التي ذكرتها، هل الصراع في نظركم يتعلق ببن فليس وبوتفليقه؟ نعيد سيناريو 2004؟ هو في الحقيقة يعني سؤال وجيه، لأنني أنا ديجا الآن في البلاطو ديجا يعني شفت بلي أنا غير معني بالنقاش. أولا نرجعوا للكاسكيت، لازم نكونوا المستقبل، لازم نكونوا موضوعيين. أولا احنا اليوم رانا أمام انتخابات رئاسية مفتوحة لست مترشحين باعتبار أنهم عندهم الحق يتنافسوا ولكن بالبرامج تاعهم. خلينا من الخطاب التقليدي والخطاب الكلاسيكي والخطاب اللي يثير الشعب نديروا الشحنة، هذا أصلا في القانون ممنوع. يبقى فقط نحب نعرف يكون هناك جو هادئ با يعرفوا كل واحد البرنامج تاعو. احنا بالنسبه لنا كجبهه المستقبل، بالنسبه لعبد العزيز بلعيد، اولا احنا نمثلوا جيل الشباب وكل الخطابات على ما اظن تلتقي في نقطه الشباب. اليوم احنا جبنا برنامج شكلا ومضمون متناسق مع بعضه. احنا كجبهه المستقبل عندنا مشروع سياسي يتكلم على ضروره اخلاقه العمل السياسي، وعندنا كذلك برنامج طموح اللي نبينوه للشعب ككل ونبين له باللي انا قادرين اولا من خلال القدره تاعنا ومن خلال اولا حرصنا ومن خلال المسؤوليه ومن خلال المكانه اللي نحتلوها داخل المجتمع قادرين نفذوا هذا البرنامج ببساطه. اولا احنا بالنسبه لبلعيد عبد العزيز ماهوش انسان نكره بل عنده باع في السياسه، يعني راه تقريبا ساير المسار السياسي الجزائر على الاقل منذ الثمانينات، وكان خريج الجامعة الجزائرية وخريج تنظيمات طلابية في الجزائر، هو كان على رأس تنظيم طلابي كبير ثم على رأس تنظيم جماهيري كبير، وكان في حزب جبهة التحرير الوطني في السابق، معروف هذا الشيء، وكان أصغر عضو في اللجنة المركزية. نعم. وبالتالي أنه كل هذا النقاش السياسي اللي مطروح تقريبا كان سايرو. اليوم كجيل يعني جديد جيل الاستقلال ارتعينا اننا عندنا مشروع سياسي وقادرين نفذوه. انا قادر نعتبر هذا الشيء كلمه اخيره بالنسبه لك لانه ما بقاش معنا الوقت. سي فتح بوطبيع اعطيني كلمه اخيره. اخيره البرنامج اخيره. نعم. انا في الحقيقه انطلاقا بصفتي اليوم رانا نمثل اللجنه الوطنيه لمراقبه الانتخابات، اولا لازم ما تحملوناش كل المسؤوليه، لان المسؤوليه يعني نقول لك مسؤوليه مشتركه وكلنا يعيقين، يعني باللي ان شاء الله تكون انتخابات شفافه وتكون نزيهه، وكذلك ما عندناش خلفيه مسبقه صراحه. انا نتكلم ممكن كاين سياسيين نتكلم على خلفيه تاع انتخابات سابقه، ولكن احنا مجبرين اننا نسير العمليه نقطه بنقطه.
احنا ان شاء الله تكون هذا الاسبوع اللي ما زال ان شاء الله يتم في 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 كل اريحيه. وكذلك انني نحرص على المترشحين ان يكون عندهم كل المراقبين داخل صناديق مكاتب الاقتراع، وبالتالي راح يحرصوا هما على قضيه التصويت، وهما اللي راح يسجلوا العمليه، وهما يحرصوا على محاضر الفرز. جميل. في كلمه اخيره سي جمال، ما وقفش معنا وقت كثير سي فتحي بطبيق الله يخليك، في كلمة أخيرة. والله كلمة أخيرة إذا سمحت لي، أولا احنا ماذا بينا ما نوليوش للعصور الوسطى، عهد صكوك الغفران والحلال والحرام، ونتوجهوا للولات ورؤساء الدوائر. احنا نتوجهوا للشعب الجزائري، الهيئة الناخبة للشعب الجزائري هي أكثر من 22 مليون جزائري. الشعب الجزائري مدعو لانتخابات رئاسية فيها 6 متنافسين. احنا عندنا الثقة الكاملة في الشعب الجزائري، ما هو لا الوالي لا رئيس الدائرة ولا رئيس البلدية اللي راح يدير الانتخابات، هو الشعب الجزائري. احنا عندنا الثقة الكاملة وندعوه للانتخاب على السيد عبد العزيز بوتفليقة. جميل سي جمال. مصطفى حمودة في كلمة أخيرة، 18 أفريل كيفاش راك تشوف فيه؟ لا نشوف 18 أفريل. لا في 18 أفريل نبغي نقول حاجة لصديقي برك، يعني تبقاش معنا الوقت كثير. صون الغاز تاع النبا بريزيرفي 14 نصمبر مع ان شويت او بروفيت اون ديليغاسيون كوندويت بار سيدي سعيد. 18 افريل سي مصطفى، واش البوند كوموند واش فيه؟ هذا باش يضحك الشعب الجزائري. واش فيه البوند كوموند؟ فيه الماكله، وجدوا لنا لي كروفات والحوت. يما لي كروفات والحوت باش سي مصطفى حاب يختم حاب يختم خلينا نختموها بالكروفات والحوت خلينا نختموها بحاجه اخرى. الله يخليك الله يخليك سي فهد. مشاهدينا الكرام، تسلكها الصون الغاز. شكرا سي مصطفى. وعندما الصون الغاز واحد مسكين ما يسلكش الفاتوره نتاعو يجيو يكسروا تريسيتي، وهذه تسلكها الصون الغاز تسلك الكروفات. سي مصطفى نشوفوا نهار 18 افريل ان شاء الله. شوفوا سي 18 يا سي مصطفى، خلوني نخدم برنامج. تخاطب مشاهدينا الكرام الى اللقاء. ما جيتش نتكلم على البرنامج تكلم عليه.